قال هل يجوز أن أحدد صفة في دعائي لأي شيء، كأن أقول اللهم ارزقني منزلا واسعا أو مرأة جميلة صالحة أو كذا؟ بعض الناس يقول لا يجوز أن تشترط في الدعاء، هذا الكلام غير صحيح. يجوز أن تشترط ما شئت، ولكن دون أن تدعو بشيء فيه إثم أو قطيعة رحم. يعني اللهم أمت ابن عمي فلان كي أرثه، هذا قطيعة رحم وإثم وهكذا. أو اللهم والعياذ بالله ارزقني خمرا أشربه، أعوذ بالله من ذلك. إن لم يكن الدعاء إثما أو قطيعة رحم فلا حرج، خصص ما شئت وقل ما شئت وابحث ما شئت، فهذا أمر يرجع إليه. لكن مثلا من باب الذكر، هذه فائدة أخرى في الصلاة، إمامنا أبو حنيفة رحمه الله مذهب الحنفية يقول لا ينبغي أن يدعو بدعاء شبيه بكلام الناس. وهذا يعني كلام الناس كهذا، مثلا اللهم ارزقني بيتا فارها جميلا جدا وكذا وكذا، قال هذا عند أبي حنيفة تحديدا، قال هذا مما لا يدعى به في الصلاة في الصلاة. أما إمامنا الشافعي وغيره من الأئمة فقالوا لا بأس أن يدعو في الصلاة وخارج الصلاة بما شاء، أيا كان في الصلاة وخارج الصلاة. وكثيرا ما أسأل تعلقا بهذه المسألة أيضا، أدعو في السجود نعم لا حرج، في الفريضة والنافلة نعم لا حرج عند إمامنا أبي حنيفة وجمهور الأئمة، عند إمامنا عفوا الشافعي وجمهور الأئمة. وقال إمامنا أبو حنيفة الأولى أن لا يدعو أو لا يكثر حسب الروايات عن من الدعاء في السجود، وإنما يجعل الدعاء قبل فراغه من الصلاة، يعني قبل السلام. على كل الراجح أنه لا بأس أن يدعو، الراجح في السجود بما شاء، والله تعالى أعلم. كان في السنة والفرض أقول في السنة والفريضة لا حرج، هذا هو الراجح والله أعلم. وقد فصلت المسألة وأعود فأكرر، هذا هو الراجح، وإن كان بعض أهل العلم يقول بغير هذا، لكن هذا هو الراجح.